حصتنا لهذا اليوم تقول: من كل واحد بينا يريد يرسم لوحة معينة بدون قلم أو بدون ألوان، يعني بالمخيلة خلينا نقول، فما يجي ببالنا غير كم صورة معينة، صورة الأم، الأب، الأهل، صورة الحبيب، الصديق، صورة الوطن اللي عشنا وتربينا وترعرعنا به. فعلى سبيل المثال إذا أردنا نتخيل العراق، فالعراق على أرض الواقع حالة ما يتشبه بحال، بس نقدر نشبهه سيارة، باص، موديل، خمسينيات، واللي يسموها دق النجف، الويالة ترقل، التيارات منتهية، البودي مزنجر، الصبغ واقع، البيبان مشلعة، الكوشينات مشققة، لا بريك بيها ولا سبير احتياط ولا حتى قطع غيار. لايتاتها الأمامية مخنفسة والبق لايتات الخلفية مكسرة، فوق كل هذا رقم ما بيها، سايقها بدون إجازة، ركابها ما أحكي لكم، ناس صاعدة ناس نازلة، يتكدسون واحد فوق الثاني بحيث واحدهم أو الباص صاير عبارة عن طبخة، عن جدر دولمة، ناس فوق ناس، ناس على القمارة، ناس على السيباية، ناس يم المحرك. المشكلة هذول الركاب ما يعرفون هذا الباص وين رايح بيهم، وهم صاعدين بي على حصة طبل، ناس تصفق، ناس تغني، ناس تأشر للرايح والجاي، ناس تبكي، وكل هاي الهوسة على شنو؟ ما حد يعرف. هذا الباص القديم واللي قوة يجر بروحه يتمرجح بيهم، جايبهم يمنه وماخذهم يسره على طريق الله وكيلكم مثل طرقات الموت، وهذا الطريق ما تدري وين راح ياخذنا، للهاوية مو للهاوية، لأن ما حد يعلم نهايته غير بس الله. فوق كل هذا مكتوب على الجامة الخلفية لهذا الباص: عضة أسد ولا نظرة حسد. فرباص سالفتنا يا جماعة الخير، يمكن ذابين على هالبلد العزيزة، والعزيزة تعرفوها كلكم شلون تهجم بيوت، تدرون ليش؟ لأن بلدنا هو البلد الوحيد بالعالم اللي بيه ناس تتظاهر على ناس ثانين، البلد الوحيد بالعالم اللي يصدر نفط وواحدنا يتحسر على لتر بنزين السيارته لو جلي كان نفط بالشتاء يخليه بالصوبة ويريد يدفع عياله، البلد الوحيد بالعالم اللي خير الغيرة، البلد الوحيد بالعالم اللي مستقبله مجهول وماضيه أحلى من حاضرة، البلد الوحيد بالعالم اللي شعبه يخدم سياسي والسياسيين اللي بيه يخدمون الغريب، البلد الوحيد بالعالم اللي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، البلد الوحيد بالعالم اللي رغم التطور والازدهار اللي استفادت من عنده كل شعوب العالم وشعبه يكتب شكرا بالنون ووك بدل الأوكي لأنه أصاب التخلف والجهل، البلد الوحيد بالعالم اللي بقية الدول ما أخذ عليه ويأخذون منه خاوات وآتاوات، البلد الوحيد بالعالم اللي شعب أطيب شعب ويستاهل يعيش عيشة كريمة بدون منية وبدون فضل من أحد، لأن هاي الأرض وطنه وهذا الشعب يستاهل. والعراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض، فهلا هلا بالعراق، وهلا هلا بشعبه، وهلا هلا بالمروة، وأتمنى لكم السلامة.